السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس أنا تكلمت عن تصوير الشير وكيف بسوي لكم إديتنج معين يوضح العملية اللي يسوونها بعض المحترفين في التصوير. بعض الأحيان نلقى صور فيها نوع من السحب اللي هو من الأعلى للأسفل. أنا أمس حاولت أسوي بالكاميرا، فإذا كان عليك صعب ممكن تسويها بالفوتوشوب طريقة بسيطة. أول خطوة بعد ما ناخذ الصورة ونخليها عندنا هني في الفوتوشوب، نعمل منها كوبي. نعمل الكوبي الأول ونروح على فلتر، بتشوفون بلير، عندنا موشن بلير، عفوا هذا موشن بلير، تختار راح تطلع لك هاي بتطلع لك هذا المربع في خطوات عمل. شفتوا هاي الحركة؟ هاي ممكن البعض شايفينها. انت اذا نقصت تبين اقل، ولكن حاول تخليها بطريقة انها فعلا كأنها مشدودة بشكل رسم بينت، وتختار الزاوية اللي هي 90، هذه ماينس. شوفوا كيف يعني بإمكانك تخليها شيء، ولكن هذه ما بتكون بالطريقة الصحيحة، ولكن انت تختار 90 فشوف الاتجاه للأعلى. المهم اوكي. الخطوة الثانية راح نعمل ماسك، نختار براش، ننقص اللي درجة الوضوح في البراش، ونبدأ نختار اللون الأسود، ما ننسى ان احنا اللون الأسود، ونبدأ بالمسح في منتصف الصورة. تمام، بعد هذا نطلع الصورة كيف كانت قبل وبعد. الحين عشان نعطي بعد الصورة اكثر من ناحية التخيل الواقعي، نبدأ نسوي بالوايت ماسك على الحواف اللي هي نخليها تندمج مع الصورة الأساسية اللي هي سوينا لها تأثير الموشن بلير. هاي تعتبر من الصور اللي منتشرة في الفترة الماضية في بعض المواقع اللي خاصة للتصوير. بعد ما ننتهي ندمج الصورتين طبعا مع بعض. خلينا نشوف قبل وبعد، ندمج الصورتين. بعد ما ندمج الصورتين نشوف عاد الايديتنج اللي احنا محتاجينه. خلينا ناخذ الحين الكاميرا رو ونشوف، نزيد الكونتراست ونخفف الهايلايت، نعطيها الوان اضافيه، لازم اساسا نخليها كأنها رسمة. ونقطع الحين، نقول اوكي. انا اشوف الحين ان اساس اني اخلي هاي، اشوف الجذع هذا اللي موجود من الشيرة مو بعاطني الطريقة اللي مثل ما تقولون تناسق في الصورة. راح اعمل كروب بسيط، بخلي نفس الزاوية اللي هني موجودة، بنزل شوية من الأعلى وشوية من الأسفل هنا على أساس تعطيني الصورة بطريقة اللاندسكيب. انتر، وانتهينا من هذا الدرس البسيط. إن شاء الله أتمنى أن هذا الدرس يفيدكم، وتابعونا إن شاء الله في الحلقات القادمة على أساس أعطيكم دروس ثانية وسريعة عن بعض التعديل في التصوير. شكراً.